بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 8 و يونت 6. Choose the correct answer. Number one, the manager used to encourage his workers' productivity levels. المدير اعتاد ان هو يشجع مستويات انتاجيه الطلاب، يشجع على مستويات انتاجيه الطلاب، productivity انتاجيه. I was too busy. انا كنت مشغول جدا. So I got my sister to tidy my room. انا خليت اختي ترتب اوضتي. ترتب الحجرة بتاعتي. I got my sister to tidy my room. هنا دي اسمها causative، يعني سببية. السببية نوعين، في active causative وفي passive causative. يعني سببية مبني للمعلوم وسببية مبني للمجهول. الactive causative هو أن نطلب من شخص ما أن يفعل لنا شيئا ما. هو ان احنا نطلب من واحد تاني ان هو يعمل لنا حاجه. بمعنى اصح السببيه اللي هي مبني للمعلوم هو نطلب من واحد تاني من شخص ما انه يعمل لنا حاجه، الحاجه اللي احنا عايزينها. هي دي الاكتف بوزيتيف. بنستخدم في الموضوع ده نوعين من الافعال. اول حاجه هاف وميك ولت. هاف وميك ولت زائد مفعول عاقل زاد الفعل في الانفينيتيف. هاف وميك ولت زاد مفعول عاقل زاد الفعل في الانفينيتيف. ده نوع. دي نوعية من الافعال. النوعية الثانية بنستخدم جيت وفورس. فورس يعني يرغب. وألاو يعني يسمح به. وبرميت يسمح به. وونت يريد. ونيد يعني يحتاج. وبرسويد يقنع. نستخدم الافعال دي جيت وفورس والاو وبرميت وونت ونيد وبرسويد زائد المفعول العاقل زائد تو زائد الايه زائد الانفينيتيف. او نستخدم الفعل ستوب زائد مفعول العاقل زائد فروم زائد الفيرب مضاف له ايه اي ان جي. يبقى اذا في عندي نوعين من الافعال اللي انا بستخدمهم في الاكتيف كوزاتيف. ايه هو الاكتيف كوزاتيف؟ ان انا بطلب من شخص ما ان يعمل لي لا شيء معين. خلاص؟ طيب. بستخدم نوعين من الافعال. اول حاجه اول نوع من الافعال بنستخدم هاف وميك وليت. هاف وميك وليت دول بيجي بعديهم ايه؟ مفعول عاقل زاد الفعل في الايه؟ في المصدر. طيب ماشي. النوعيه الثانيه من الافعال بنستخدم جيت او فورس او الاو او برميت او وونت او نيد او برسويد زائد تو زائد المفعول العاقل زائد تو زائد الفعل في المصدر. او نجيب الفعل ستوب ونحط بعديه مفعول عاقل زائد فروم زائد الفعل مضاف له ايه اي ان جي. دي النوعيه الثانيه من الايه من الافعال. دي النوعيه الثانيه من الايه من الافعال. النوعيه الثانيه من الايه من الافعال. خلاص. طيب دي بسميها اكتف كوزاتيف. يبقى في الاكتف كوزاتيف ايه هو الاكتف كوزاتيف؟ هو ان انا بطلب من شخص ما ان يعمل لي حاجه محدده انا عايزها. بستخدم في الموضوع ده نوعين من الافعال. في بنستخدم هاف وميك ولت زائد المفعول العاقل زائد الفعل في المصدر. ده اول نوع من الافعال. تاني حاجه من الافعال بنستخدم جيت او فورس او الاو او برميت او وونت او نيد او برسويد زائد تو زائد المفعول العاقل زائد تو زائد الفعل في المصدر. وممكن استخدم الفعل ستوب زائد المفعول العاقل زائد فروم زائد الفعل مضاف له ايه اي ان جي. ده الاكتيف كوزاتيف. فنيجي هنا انا مش هستخدم ميك لان ميك ما يجيش بعدها تو. ميك ما يجيش بعدها ايه تو، ما يجيش معها تو. ولو ما يجيش لازم يجي معها تو. وهنا هاد ما يجيش معها ايه تو. يعني هاف هاد وميك الاثنين ما يجيش معهم تو. الاو يجي معها تو يبقى دي ما تنفعش. ميك وهاد لازم يجي معها ما يجيش معها تو يبقى الاثنين دول ما ينفعوش. يبقى هي دي جود 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 اخد جود يجي بعديها المفعول العاقل زائد تو زائد الفعل في المصدر. جود زائد المفعول العاقل زائد تو زائد الفعل في المصدر. اللي بعده بيبل يوجوالي تراي تو. ناس عاده بيحاولوا ان هم ايه
to raise their standards of living. بيرفعوا مستوى معيشتهم to lead a better life عشان يكون عندهم حياة أحسن. Raise. Raise معناها إيه؟ معناها يرفع. Raise دايما بيجي بقى raise. فين raise؟ Raise يجي raise يجي بعديها دايما مفعول. دايما raise يجي بعديها إيه؟ مفعول. Raise من الأفعال. Raise معناها إيه؟ أنا عندي ريز بمعنى يزيد أو يرفع أو يجمع مال أو يربي أطفال أو يطرح سؤال، ده كله معناه ريز. ريز معناه يزيد أو يرفع أو يجمع مال أو يربي أطفال أو يطرح سؤال. إذا ريز معناه يرفع مستوى المعيشة. بعد كده نمبر 4، at first في البداية، أتفرج في البداية. الله أكبر ولزة الامتنان والدوام لله، الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله العظيم بكرة الواصلة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. أتفرج في البداية، he insisted on his opinion، هو أصر عليه على رأيه. But I managed to get him to change his mind، إني أخليه يغير رأيه. خلي بالك انا عندي جد، هيجي بعديها المفعول العاطل زائد تو زائد الفاعل في المصدر. هل الاو الاو ممكن يجي بعديها مفعول العاطل زائد تو زائد الفاعل؟ ايوه. طب هل ميكي ممكن يجي بعديها مفعول العاطل زائد تو؟ لا. هل ليت ممكن يجي بعديها مفعول العاطل زائد تو؟ لا. يبقى انا عندي الاو وجد، عشان كده ممكن يجي بعديها مفعول العاطل زائد تو زائد الفاعل في المصدر. الاثنين دول يجي بعديهم مفعول العاطل زائد تو. طب ناخد مين فيهم؟ نشوف المعنى. في البدايه انا صممت على رايه، ولكن انا نجحت في اني اخليه، مش اني اسمح ليه، لا، فاني اخليه ان هو يغير رايه. اي مانج تو جيت هيم، يبقى ده جيت زاد مفعول العاطل زائد تو زائد الفاعل في المصدر. اللي بعده She is enthusiastic about. Enthusiastic تاخد about the project. هي متحمسة للمشروع. Number 6. Unfortunately لسوء الحظ bad weather الطقس السيء ماله us out. Us ده مفعول عاقل. مفعول عاقل. طالما عندك المفعول العاقل يبقى استخدم نوعين من الأفعال. مفعول غير عاقل استخدم نوع واحد من الأفعال. يبقى إذا كان عندي مفعول عاقل اخذ نوعين من الافعال، عندي هاف وميك ولت، يجي بعدها مفعول عاقل زائد الفاعل في المصدر. هاف وميك، هاف وميك ولت. طيب اذا ما كانش عندي هاف وميك ولت استخدم جيت او نيد او الاو او بيرميت او بيرسويد، خلاص زاد المفعول عاقل زائد تو زائد الفاعل في المصدر، وجيت زائد تو زائد الفاعل في المصدر. يبقى انا اخذ مين هنا؟ عندي ميد ما يجيش بعدها تو، اللاو يجي بعدها تو. لحسن الحظ الطقس السيء سمح لينا ان احنا نخرج؟ لا طبعا. المعنى يختلف، القاعدة صح ولكن المعنى يختلف. هي لحسن الحظ الطقس السيء منع من خروج، stopped us from going out. stopped us from going out. اللي بعد رقم 7، he used to talk proudly about his position. هو تعود ان هو يتكلم بفخر عن ممتلكاته. He boasted about how much money he had made. هو كان بيتفاخر بكمية الفلوس اللي هو عملها. Boasted about يعني يتفاخر. خلاص؟ طيب. Number 8. I let my friend use my mobile. أنا خليت صديقي يستخدم الموبايل فون بتاعي. My mobile phone. This means هذا يعني that I nugget them to use it. هذا معناه أن أنا بسمح ليهم أنهم يستخدموه. I made them to. made ما يجيش بعدها to، يجي بعدها مفعول عاقل ولكن ما يجيش to. طيب forced يجي بعدها مفعول عاقل ويجي to. suggested ممكن يجي to. طيب وما الاخد ايه؟ طب المعنى، علشان كده نشوف المعنى. في عنده واحد اثنين ثلاثة ممكن يجي مفعول عاقل زائد to زائد الفعل المصدر. طبعا دي ما ينفعش حسب القاعدة. يبقى this means انا سمحت لي let بتساوي allow. let بتساوي allow. This means that I allowed them. أنا سمحت ليهم إن هم يستخدموا. Allowed يجي بعدها مفعول عاقل زائد تو زائد الفعل في الإيه؟ في المصدر. وفرصة ضرب نفس يجي بعدها تو زائد الفعل في المصدر وسجست. ولكن allow هي بتدينا نفس المعنى بتاع let. طيب. 9. This research
هذا البحث was done for the request of the science teacher, يعني من أجل طلب مدرس للعلوم. طيب my mother was busy, أمي كانت مشغولة. So she got lunch, she got lunch by my brother. بص, إذا كان المفعول عاقل يبقى في عندي نوعين من الأفعال, have وميك ولت, يجي بعديهم مفعول عاقل زائد الفعل في المصدر, أو النوع الثاني get, get وفورس وألاو وبرميت وونت ونيد وبرسويد أو ستوب أو نيد وبرسويد زائد المفعول العاقل زائد دو زائد الفعل في المصدر, ده لما يكون المفعول عاقل. أما إذا كان المفعول غير عاقل يبقى مفيش عندي غير فعلين, اللي هو إيه, مفيش عندي غير فعلين اللي هما إيه, have و get. مفيش عندي غير فعلين اللي هو have و get زائد مفعول غير عاقل زائد الفعل في التصريف الثالث, ده بسميه الباسيف كوزيتيف. يعني ايه باسيف كوزيتيف؟ يعني السببيه المجهوله. يعني ايه السببيه المجهوله؟ وهو انني بلاقي الشيء بتاعي معمول, مش انا اللي عملته, شخص اخر هو اللي عمله. انني الاقي ان الشيء بتاعي اتعمل, مش انا اللي عملته. الباسيف كوزيتيف يعني السببيه المجهوله, وهو انني اجد الشيء بتاعي اللي انا عايز اعمله معمول من غير ما يكون له دخل فيه, يعني مش انا اللي عملته. وده الفرق بين الباسيف كوزيتيف والباسيف العادي. الباسيف العادي ممكن انا او اي حد تاني عمل, اما الباسيف كوزيتيف لا, مش انا, شخص تاني هو اللي عمل, المهم انا لقيته معمول. وانا بستخدم في زي ما استخدمت في الاكتيف كوزيتيف نوعين من الافعال, انا بستخدم في الباسيف كوزيتيف نوع واحد من الافعال اللي هو ايه, اللي هو have او get. have و get هي بعديهم مفعول غير عاقل زائد الفعل في التصريف الثالث. يبقى عندي في الباسيف كوزيتيف نوع واحد من الافعال اللي هو ايه, have و get زائد مفعول غير عاقل زائد الفعل في التصريف الثالث. have او get زائد مفعول غير عاقل زائد الفعل في التصريف الثالث. هنا قلت my mother was busy so she got lunch, هذا got, وبعد كده المفعول ايه, غير عاقل, يبقى باقي الفعل في التصريف الثالث اللي هو ايه, ميد. ده بسميه بزد شي جوت لانش ميد, هي لقيت الغداء معمول, مين اللي عمله؟ مش هي طبعا, اي حد تاني. يبقى هنا جيت او هاف زائد المفعول غير عاقل زائد الفعل في التصريف الثالث, ادا هنا ايه, شي جوت لانش ميد, التصريف الثالث. Nowadays, employees are mostly evaluated according to their efficiency. دلوقتي الموظفين بيقيموا طبقا لإيه؟ their efficiency, كفاءتهم. Efficiency يعني كفاءتهم. أما sufficiency دي كافيين, كافي. دي كافي. لكن دي كف efficiency يعني كفاءة. أما دي كفاية. Sufficiency كفاية. أما دي كفاءة. Efficiency دي كفاءة. اللي بعد. كرول مانجرز, المديرين الجاسين يوجوالي جيت ليس ورك دان. انا عندي هنا ايه, ادا عندي مفعول غير عاقل ومفعل في التصريف الثالث, وباقي الفعل, الفعل نوعين, لما جيت لما ايه هاف, طبعا هاف مش موجوده, يبقى ايه, يبقى جيت, خلاص مفعول غير عاقل وفعل في التصريف الثالث, يبقى باقي ايه, باقي الفعل, الفعل عندي ايه, لما جيت لما هاف, عندي هاف مش موجوده, يبقى ايه, يبقى جيت. Usually get less work done. بعد كده the exams, the question, أسئلة الامتحانات should vary, يجب أن تتنوع, in order to cover all aspects of assessment, من أجل أن تغطي كل جوانب التقييم, assessment, to vary, تتنوع. If you are writing a persuasive essay, لو أنت بتكتب مقال إقناعي, you should try to convince the reader of your, يجب أن تحاول أن تقنع القارئ ب رأيك. خلاص, بعد كده القطع.
Mr. Union should have been pleased that everyone on his staff was ambitious. Mr. Union لازم يكون مسرور إن كل واحد في الفريق بتاعه in his staff في المجال بتاعه was ambitious, كان طموح and self-sufficient وعنده اكتفاء ذاتي. However, ومع ذلك they were also selfish, كانوا أنانيين and paranoid. Each worker wanted to be the best. كل عامل كان عايز يكون أحسن حاجة and they refused to share their information or knowledge with any of their colleagues for fear that they would not receive the credit they deserved. وهم كانوا أنانيين and paranoid. كل عامل عايز إن هو يكون الأحسن ويرفض إن هو يشارك معلوماته أو معرفته مع أي من زملائه. عشان خايف ان هم ممكن ياخدوا ميزة هم كانوا بيستحقوها او هو كان بيستحقها. Mr. Union knew that his team عرف ان فريقه was missing out and opportunities for collaboration and support. كان بيفتقد فرص التعاون والدعم. The next time they had a team meeting. المرة اللي بعد كده هم كان عندهم اجتماع للفريق. The employees, الموظفين, were shocked to find that the room had been filled with balloons. تفاجأوا إن الحجرة كانت مليئة بالبالونات. Today's training session will tell me how efficiently you are performing in this office. النهاردة جلسة التدريب هتخبرني كم كانت كفاءتكم في هذا المكتب. He told the group, أخبر الفريق of 50 workers المكون من 50 عامل. Each person in that room, كل شخص في هذه الحجرة began to think of how they could show that they were the best. زي بين هم إن هو الأحسن and the most independent worker وأكثر عامل معتمد على نفسه. Everybody, write your name. اكتب اسمك on a balloon على بالونة and then wait outside وانتظر في الخارج. Instructed Mr. Union أرسل لهم التعليمات يعني. بقول لهم كل واحد يكتب اسمه على بالونة ويسيبه ويطلع بره. The employees did as they were told. عملوا اللي هم ايه أخبروا به. When they were invited back, عندما طلب منهم ان هم يرجعوا thought they saw that there were twice as many balloons as before. كان في بالونات أكثر مما كان من قبل مرتين. You have 3 minutes. عندكم 3 دقائق to locate your balloons. اللي أنت تلاقوا البالونة بتاعته. The first 3 people, أول 3 من الناس to achieve this will be the winner. أول 3 هيعملوا كده هيكونوا الفائزين. But anyone. But anyone who purchased a balloon, أي واحد هيفجر يعني هيفجر بالونة will be disqualified, هيكون غير مؤهل. In the following 3 minutes, في 3 دقائق التانيين, not one employee, ولا واحد من الموظفين had found their balloon, وجد البالونة بتاعته, and many had been popped, وكثير منهم انفجر. Oh dear, said Mr. Yuna, let us try again. خلينا نحاول مرة تانية, shall we? ممكن. This time, هذه المرة, I want you to take a balloon with a name on it. هتاخدوا أي بالونة مع أي اسم عليها. Then find that person وأي اسم عليها. وبعد كده دوروا وشوف الشخص اللي البالونة دي عليها اسمه. And give them their balloons. وديهم بالوناتهم. Within barely any time at all. ما كانش في وقت خالص. في حالا, everyone had holding their own balloon. كل واحد كان خد البالونة بتاعته. You see, said Mr. Union. The combined action, العمل الجماعي of a group, لمجموعة, is more effective than flying solo. يعني العمل الجماعي أكثر تأثيرا من العمل الفردي. طيب. Number 15. The sentence that best summarizes the first paragraph is. الجملة اللي هي بتلخص أول paragraph هي إيه؟ The employees didn't trust each other. إن الموظفين لا يثقوا في بعضهم الآخر. Number 16. The central idea of the story is that. الفكرة الرئيسية في القصة اللي هي إيه؟
it takes a lot of time to do things in a team. هتاخد وقت طويل عشان نعمل اشياء في فريق. It takes more time, هتاخد وقت اطول and effort وجهد اكتر to work alone علشان خاطر نشتغل لوحدينا. لما نشتغل لوحدينا هتاخد وقت اطول وجهد اكبر. طيب at first في البداية the employees الموظفين saw the training session رأوا ان جلسة تدريب as a chance to impress the boss, فرصة علشان خاطر نؤثر في المدير او نكسب اعجاب المدير يعني. Which of the following is not true? اي من هذه ليس حقيقيا. Mr. Union had told the employees about the balloons before they entered the مش حقيقي طبعا. طب بعد كده how did the manager make it harder for the employees to find their named balloon? They double the number of balloon. طبعا هو ضاعف عدد البالون عشان كل واحد ما يلاقيش اسمه. What happened to the balloons in the first 3 minutes? ايه اللي حصل للبالونات في الثلاث دقائق الاوانيين؟ Some were burst. البعض انفجر. Why was the task easier the second time? ليه المهمة كانت اسهل في المرة الثانية؟ The employees could take the first balloon they saw. الموظفين خدوا اول بالونه هم ايه شافوها عشان كده زي سهل. The underlined phrase barely any time at all means almost no time, غالبا ما فيش شيء ما فيش وقت. اللي بعده people have been writing about strange worlds. الناس عادة بيكتبوا عن العوالم الغريبة and traveling to space, والسفر للفضاء for thousands of years, من آلاف السنين. Parts of the famous Arabic story 1001 Nights might be described as a kind of science fiction. يعني جزء من القصة العربية المشهورة اللي هي ألف ليلة وليلة ممكن تصف على أنها نوع من الساينس فيكشن. ساينس فيكشن يعني الأسطورة العلمية أو الخيال العلمي. ساينس فيكشن الخيال العلمي. But science really started to influence how we all lived in the 19th century. العلم بيبدأ يأثر ازاي احنا كلنا كنا عايشين في 9th century في القرن ال19. But science really started to influence, العلم بدأ فعلا في تأثير how we all lived in the 19th century, كيف عشنا كلنا في القرن التسعتاشر. This was a time when many exciting new things were invented. كان في وقت كان حاجات كتير اخترعت. Steam trains, قطارات البخار. The telephone, تليفونات. Electricity, الكهرباء. Photographs, التصوير. And much more, وكثير. The writer Jules Verne, الكاتب جون فيرن. Look at 19th century. بص التكنولوجي, بص لتكنولوجيا القرن ال 19 and imagined how it could be improved to do amazing things. ازاي هي ممكن تعمل حاجات, وتخيل ازاي تعمل حاجات مدهشة. He wrote about people traveling to the center of earth. هو كتب عن ناس بيسافروا الى مركز ليه الارض. To the moon, الى القمر. or deep under the sea, او تحت في البحر. many people, كثير من الناس consider فيرن, بيعتبروا فيرن to be the first true science fiction writer, اول كاتب خيال علمي حقيقي.
1895-1395 the writer H.G. Wells. So technology different. شاف تكنولوجيا بشكل مختلف. He wrote about the possible dangers of technology. كتب عن المخاطر الممكنة للتكنولوجيا. His books كتبه include بتشمل the time machine يعني آلة الوقت in which the hero travels into a dangerous and unpleasant future اللي فيها البطل بيسافر إلى مستقبل غير صار وخطير. Other writers الكتاب الآخرين also thought that technology could be bad and technology ممكن تكون سيئة. Aldous Huxley's Brave New World is about a future عن مستقبل in which people are produced in factory حيث ينتج الناس في المصانع. But not all science fiction writers saw technology as bad. مش كل كتاب الساينس فيكشن الخيال العلمي بيشوف التكنولوجيا كشيء سيء. Authors such as Isaac Asimov مؤلفين زي Isaac Asimov زي إسحاق أسيموف often wrote about a future كتبوا عن مستقبل in which science can solve all our problems اللي فيه العلم ممكن يحل كل مشاكلنا. Science fiction الخيال العلمي have evolved تطورت with technology مع التكنولوجيا. In the 1960s في 1960 space was being explored for the first time. Science fiction has evolved تطورت with technology مع التكنولوجيا. In 1960s space was being explored كان قد اكتشف الفضاء for the first time بأول مرة. They give science fiction writers ideas ده ادى الافكار لكتاب الخيال العلمي for what explorer might find in space لما يمكن ان يجدوا المكتشفون في الفضاء in space. Strange worlds عوالم غريبة and unexplained mysteries وغوامض غير مشروحة such as in the novel زي الموجودة في الروايات of Arthur C. Clarke. More recently أخيرا more science fiction كثير من الخيال العلمي stories قصة الخيال العلمي have been about robots عن روبوتات. Could they become more intelligent than people ممكن تكون أكثر ذكاء من الناس. Should we use them هل ممكن نستخدمهم or could they start to take over أن أو ممكن إن هم ممكن يسيطروا and rule the world ويتحكموا في العالم. In science fiction anything is possible في الخيال العلمي كل شيء ممكن. طيب. In his novel Jules Verne wrote about technology that could make life better اللي هي ممكن Jules Verne كتب عن تكنولوجيا اللي ممكن تخلي الحياة أحسن. اللي بعده According to the article, what influenced science fiction writers in the 1960s? طبقا للمقالة, إيه اللي أثر في كتاب الخيال العلمي في 1960? Space travel, اللي هو السفر بالفضاء. In what way was Isaac Asimov different into many science fiction writers? بأي ناحية كان Isaac Asimov كان مختلف بالنسبة لكتاب الخيال العلمي. He was optimistic about science. كان متفائل بالنسبة لليه للعلوم. In conclusion, في الختام, the text says that in science fiction, في الخيال العلمي, anything might happen, كل شيء ممكن يحدث. What does the underlined word this refer to? بتشير إلى space exploration, اللي هو استكشاف الفضاء. What does space exploration استكشاف الفضاء اللي بعده what do you think the phrase take over means كلمة take over بتعني get control of سيطر على How did H.G. Wells describe technology in his book? كيف وصف H.G. Wells technology في كتابه? The time machine, آلة الوقت. Technology could be dangerous and lead to an unpleasant future.
طيب who is the first true science fiction writer جولز فيرن مين أول كاتب خيال علمي اللي هو جولز فيرن اللي بعده translation the Palestinian people have endured لقد يعاني الشعب الفلسطيني immense suffering من معاناة خطيرة due to بسبب conflict الصراع and the displacement in their homeland والنزوح في وطنهم أو في وطنهم the Palestinian people لقد يعاني الشعب الفلسطيني من معاناة هائلة بسبب الصراع والنزوح في وطنهم طيب اللي بعده workplace engagement الاندماج والمشاركة في مكان العمل and productivity والإنتاجية are influenced by several factors اللي بيتأثروا بعدة عوامل as a result كانت هي ذلك many people do not feel engaged at work when they work in an appropriate environment تتأثر المشاركة في مكان العمل الانتاجية بعدة عوامل نتيجة لذلك لا يشعر كثير من الناس بالاندماج في العمل عندما يعملون في بيئة غير مناسبة اللي بعده طبعا ايه اللي غلط طبعا ايه يا خط من الضروري استخدام بذور عالية الانتاجية وزيادة خصوبة التربة ومكافحة الأمراض والالتهابات التي تهاجم النباتات. It's essentially من الضروري to use highly productive seeds بذور عالية الإنتاجية ذات إنتاجية عالية highly productive seeds بذور عالية الإنتاج increase the fertility of soil وزيادة خصوبة التربة and combat diseases ومكافحة الأمراض and infections والالتهابات which attack plants التي تهاجم النباتات اللي بعده تهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتسمى هذه المبادرة لضمان وتسعى هذه المبادرة لضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم The حياة كريمة Initiative حياة كريمة initiative يعني مبادرة حياة كريمة aims to تهدف إلى alleviate burdens of citizens التخفيف عن كاهل المواطنين in the needest communities في المجتمعات الأكثر احتياجا needest communities in the countryside في الريف and the urban slums في الريف نقول من الأول تاني دي حياة كريمة initiative مبادرة حياة كريمة aims to تهدف إلى alleviate burdens of citizens التخفيف عن كاهل المواطنين in the needest communities في المجتمعات الأكثر حاجة in the countryside في الريف and the urban slums والعشوائيات وعشوائيات الحضر أو المناطق العشوائية في الحضر and the urban slums this initiative هذه المبادرة seeks to ensure تؤكد a dignified life حياة كريمة for this category لهذه الفئة and improve their living condition وتحسين ظروف حياتهم their living condition DSE كده بقى خلصنا شكرا السلام عليكم